فالمي كثير يعني في الشتاء شوية إنه موجود مي يعني بتلاقي موجود إذا انقطعت انقطعت تنقطع لها يومين ثلاث بس في الصيف نقعد أسابيع يعني أسبوعين أو ممكن تقعد شهر وفيش عندك مي جوا البيت كل الحنفيات الرئيسية اللي بتضخ مي فيش فيها مي أو متجايها دور مي عندنا وخاصة في المخيمات مثلا هاي الحنفية الرئيسية عندنا بس هاي نقتلها نقطتين في اليوم. بس انت تعبوا مي؟ بس احنا في الحالة زي هاي اذا كنا مقطوعين ناخذ من مين البراميل بيننا وبين ضهرنا لان نسحب مي منهم. جيراننا باقيين شابكين الخط فهسه بدنا نشبك الخط احنا على الحنفية تاعت الجيران نشغل الماتور لانه المي بتكون ضعيفة فنشغل الماتور عشان نزيد ضخ المي على الخزانات يكون اكبر واصفى طول ما احنا بنعاني في المي والهيك شو كل دار قديش عندها خزانات طلع هديك هديك عندك هاد يعني كل دار محطوط فوقيها بير مي يعني شايف هدول الخزانات مثلا جبناه هنا على اساس انه نزيد حجم المي هنا في البيت فيكون زي مخزن مي فصرنا نحط فيه المي بين ما تنقطع اذا فيش مي في الحنفيات الرئيسيه نطلع من الخزانات هذول على الخزانات تاعت البيت. سكر دوار نيسان وحطينا اطارات عجال وولعناهن عند دوار نيسان فسكرناهن قدام حركه السير فصفى الاشي اجباري انه السلطه تيجي طلبنا انه طالبوا منا انه نفتح شارع قلنا لهم الشارع مش راح يفتح الا ترجع المي وفعلا رجعوا المي بعد خمس دقائق